عيد موضوع اللي هو عدة المقاول. لنفرض أن المقاول أجر هالعدة هذه ب 12,000 للدور أو ب 10,000 أيا كانت مع التركيب، طيب لمدة شهر. طيب وبدأ العمل، وأثناء سير العمل مثلا هذا بدينا النجارة هنا، صارت عندنا مشكلة فنية في المخطط مثلا، أو في مع الحداد، أو صارت مشكلة مع المالك، أو صار أيا كان الظرف، فبالنتيجة عندنا عامل وقت إنه بيتأخر. طيب أي تأخير، أي أسبوع، كل يوم يمر محسوب عليه إيجار. طيب مر أسبوع، أسبوعين، أو يوم، يومين، 10 أيام، بدأ يدخل المقاول في الخسارة. هنا بس يدخل المقاول في الخسارة تبدأ المشاكل المعهودة اللي تلقونها ويا الملاك ولا غير الآخرين. لذلك من أصول البحث أيضا عن المقاولين دائما نكررها، الملاءة المالية زين، أو عدد العمالة مثلا، نسب الإنجاز عنده في الأعمال، هذا لك الحق أنك تسأل عنهم، ما في إشكال.